اليوم تحصلنا على حكم برفض الدعوة المقامة من طرف السيد سهيل الفهلي ضد شركة كابيتال جيت هولدينج ليميتد التي يمتلك السيد سليم الريحي 100% من رأس مالها. الدعوة هذه أقيمت البارح، قضية استعجالية من ساعة إلى أخرى لطلب إلزام الشركة المنوبة شركة كابيتال جيت بعدم استعمال علامة التونسية. بطبيعة الحال اليوم القضاء قال كلمته في هذه القضية وحكم برفض الدعوة. باش نفسر لكم شوية خلفية القضية، يعني تعرفوا أنه بعد أحداث 14 جان في 2011 دخلت البلاد في مرحلة متاع فوضى نسميها فوضى ثورية. ففي مارس 2011 يقوم سي سهيل الفهلي اللي ما عنده حتى علاقة لا بكاكتوس إلا أنه شقيق سمي الفهلي وما عندوش حتى علاقة بالشركة المالكة اللي قناة التونسية اللي هي شركة ريمبو ميديا تونيزيا اللي وقتها كان يمتلكها مستثمر فرنسي اللي ربما معناها ما نجمش يتبع في الظروف هذيك ما هو صاير في 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 تونس، واستغل العملية هذية وقام بتسجيل علامة التونسية في لينوربي. بطبيعة الحال وقام اليوم يدعي أنه يملك يعني قناة تلفزية، والحال أنه ما عنده حتى ترخيص باش يملك القناة، ومنطقا ما نجمش يعمل مطلب في تسجيل قناة تلفزية والحال أنه ما عندوش ترخيص في قناة تلفزية. بطبيعة الحال قام ضد الشركة اللي يمتلكها اليوم سي سليم الريحي شركة كابيتال جيت هولدينج، وقضت المحكمة برفض الدعوة. العديد يتساءل يقول لك ثلاثة أيام قبل رمضان، علاش الفترة هذه بالذات أثيرت هذه القضية، وعلاش في الفترة هذه بالذات معناها سليم الريحي كمالك يقرر قطع البث على قناة التونسية؟ شنية الخلفيات اللي تنجم تكون وراء العملية هذه؟ هو بالنسبة للرأي العام بطبيعة الحال تظهر العملية يعني غريبة، يعني ثلاثة أيام قبل شهر رمضان، ولكن بالنسبة لكاكتوس المسألة كانت منتظرة جدا. وأنا أقول لك بكل وضوح بكل صراحة أن شركة كاكتوس هي اللي يعني عملت المستحيل باش تجبر الشركة المالكة على قطع بث البرامج اللي كانت تعدى عن طريق كاكتوس، لأن في نهاية الأمر المسألة، وأنا قلتها في عديد المرات، المسألة مسألة علاقة تجارية صرفة بحتة بين شركتين، معناها كانوا نجموا يفضوا الإشكالية نتاعهم بطريقة ودية ولا يمشوا للقضاء دون المس بالتونسية. أكثر من هكا نقول لكم اللي سليم الريحي اشترى يعني الحقوق التونسية تقريبا عنده 3.5 أشهر، ويظهر لي حتى التونسي ما حس بالتدخل في جميع البرامج اللي كانت تبث على التونسية. لا تدخل لا في الخط التحريري ولا في مراقبة يعني البرامج، والحال أنه العقد الرابط بين الطرفين يمكن سليم الريحي والشركة نتاعو باش تراقب بصفة معناها ما قبلية البرامج اللي تبث على قناة التونسية، لأنه هو الوحيد اللي يتحمل المسؤولية القانونية. دايور صارت حادثة تذكروها الكل، صار كلام كبير شوية من غضبة، فما مجموعة من زملاء المحامين قاموا بقضية ضد سليم الريحي مباشرة، يعني لأنه يعرفوها اللي هو مالك قناة التونسية عن طريق الشركات اللي يمتلكها واللي شراء 100% من رأس مالها. المسألة اللي باش نعطيكم معطى هام جدا، احنا عندنا وثائق ممضات من طرف شركة كاكتوس اللي تعترف فيها شركة كاكتوس برود ان شركة ريمبو ميديا هي المالكة لقناة التونسية تي في. ممضات يعني 3 عقود ممضات، يعني امضتها كاكتوس بصفتها شركة برودكسيون انتاج مع شركة ريمبو ميديا تونيزيا بصفتها المالكة لشركة التونسية تي في. هذه هي عقود ممضات من الطرفين، واكثر من هكا هي ممضات من جهة كاكتوس امضتها المتصرف القضائية لشركة كاكتوس اللي هي تشتغل تحت رقابة قاضي مراقب، والكل يعلم ان والمتصرف القضائية سيدي ما تمضي على عقد الا بعد مصادقة القاضي المراقب. يعني هما شركة كاكتوس
كانت تبرم العقود مع شركة ريمبو المالكة لقناة التونسية بصفة أن شركة ريمبو مالكة لقناة التونسية تي في en sa qualité de propriétaire de la chaîne التونسية تي في. وهذه عقود ثابتة واضحة والقضاء ينظر الآن في هذه العقود. يجينا يخرج لنا سي سهيل الفهري from nowhere معناها من 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 حيث لا ندري ويقول اللي هو مالك شنو نمشي انا غدوه نسجل يعني قمر اصطناعي باسمي وحقه معناها انا المالك القمر الاصطناعي. على كل حال اليوم القضاء قال كلمته في شوط اول اكيد انه مازالت هناك اشواط عديده وعديده جدا. بطبيعة الحال في عوض المسلسلات على قناة التونسية باش نشاهدوا مسلسلات قضائية إن شاء الله في شهر رمضان هذا. مثل برزبة مع عديد من الأسئلة اللي تطرح نفسها بقوة. إذا كان نقوله أنه سيد سليم الرياحي كان يبحث على الحلول السلمية وكان يطالب في كاكتوس فقط بسداد وخلاص ما عليها من مستحقات، كيفاش نفهموا أنه في ظرف ثانية يتقص البث وفجأة نشوفوا أن سليم الرياحي محضر باقة من القنوات وكأنه العملية منتظرة؟ لا لا هي مش محضرة. وين هي الباقة متاع القنوات؟ هذاك المشروع المستقبل. الباقة مستحيل. ويقال أنه سينطلق في أول أيام شهر رمضان. بطبيعة الحال هو باش يحاول اليوم، فما ناس وتقنيين قاعدين يحاولوا يعني قايمين مجهودات كبيره وكبيره جدا ليلا نهارا، صدقوني الناس ما تاخذش حتى تحاول تقدم يعني بضاعه مقبوله، والامر صعيب وصعيب جدا. وانتم اهل الميدان وتعرفوا انه مش من السهل انك في نهارين تعمل برامج جيده وتدخل بها كونكورنس مع بقيه القنوات في شهر رمضان اللي فيه ضغط كبير معناها من المشاهده، وفيه نزاع كبير على لوديمات وعلى يعني عائدات الاشهار، لانه هذه هي الحرب الاساسيه، هي عائدات الاشهار في رمضان اللي تقريبا تغطي اكثر من 80% من رقم المعاملات اللي تعملوا القنوات التلفزيونيه. بطبيعه الحال المساله مش بالسهوله وبالبساطه هذيا. سليم الرياحي لما اقتنى شركات المالكه هذيا اقتناها في نهايه مارس 2013. من نهاية مارس 2013 إلى حين قطع العلاقة مع كاكتوس، وإحنا نحاولوا فيهم الناس يجيو صفيوا معنا حساباتكم، لأنه مش معقول أنه المالك معناه يحرم من حقوقه المشروع. فما عقد بين الطرفين، والعقد هذا ورثه سليم الرياحي، ورثته الشركات. شو يقول العقد؟ يقول أنه 90% من عائدة الإشهار تمشي لكاكتوس و10% تمشي للشركة المالكة. يا سيدي بطبيعة الحال هذا عقد ورثناه وملتزمين احنا به. العشرة في المئة هذوما ما حبوش يعطيهم، لانه المسألة هم يقوموا توا في مغالطات كبيرة وكبيرة جدا، يقولوا احنا خلصناه. شنو خلصوا؟ ما خلصوا شيء. فما مبلغ قديم كونستاتي ومرخص فيه من طرف المتصرف القضائية ومن طرف القاضي المراقب في تحويله فيه 140 ألف أورو، هذا ثابت به، هذا ما حولوه إلا بعد القطع. حاجة الأولى. اثنين هو الإشكال الكبير، مش الإشكال 140 ألف أورو، الإشكال الكبير هو إيقاف الحساب بين الطرفين. من 2012 من جانفي 2012 بقاش إيقاف الحساب. قلنا لهم حاجة برك، أعطيونا الفاتورات، مو إحنا عندنا 10%، إحنا راهو ما طلبناهمش باش يعطيونا حسابات شركة كاكتوس، إحنا ما عندنا حتى علاقة بكاكتوس. فيها متصرفة قضائية وفيها هي مال عمومي، تو اليوم 51% من رأس مالها تمتلكها دولة تونسية وقعت مصادرتها، هذيك مسألة أخرى. فما القضاء يسر عليها، ولكن احنا طلبنا قلنا لهم أعطيونا نسخ من الفواتير نتاع الإشهار أكهو حتى نحددوا 10% نتاعنا شنية. إذا كان يا خويا خسرت، إذا كان معناها دفعتوا أكثر من اللازم، ما يصيرش لو ندفع معاكم، ما فما حتى مشكل. هما رافضين، والرفض نتاعهم فيه ريبة كبيرة وكبيرة جدا. علاش رافضين؟ الله أعلم. شو عملونا؟ عملونا مسرحية نهار 24 جوان، النهار اللي الجنرال رشيد عمار عندهم سكوب أنه الجنرال رشيد عمار باش يخرج في الليل. احنا قمنا نهار 24 بعد ما بعثنا لهم ثلاثة عدول منفذة، قمنا نهار 24 قصينا لهم المباشر، دونك ما نجموش عديو على المباشر، ما نجموش عديو كان البرامج المسجلة. وقتها نبطحوا
وجاونا قالوا لنا هاو مستعدين نخلصوكم غدوه، غدوه معناها نهار 25 ها، وصححنا في اتفاق والتزموا فيه بالخلاص ها، وما نفذوش باش رجعنا لهم احنا ديريكت باش عديو السكوك نتاعهم ها، من غدوه ما عادش يزعوا علينا تليفونات. وقت ما هكا قالوا لنا تحبوا تقصوا برا نمشيو، برا نمشيو قصوا، نخسروا عليكم، نخسروا عليكم كونفرنس دو بريس ها، والاعلام عنا وتو تشوفوا شنو نعملوا، وهنا قاعدين نشوفوا شنو اللي صار من ذلك الوقت، والاستغلال الفاحش ها والخسيس لعلاقه تجاريه عاديه ها، استغلالها سياسيا، ولا سليم الريحي اليد نتاع النهضه، ثم لا وقسموا الاثنين، واحد منهم يقول سليم الريحي متفاهم مع النهضه، والاخر يقول لا سليم الريحي متفاهم مع قناه نسمه، ما صاحب قناه نسمه وفهمني هذه كل كلمات سمعناهم مؤخرا. وشفنا متر اللي اخذت القضية معناها حتى خلينا نقوله أكثر من حجمها، وكانت معناها في الصفحات الأولى في الجرائد ولا في يعني الإعلام السمعي والبصري. لكن المهم توب ما غير ما نخوض في تفاصيل على خاطر خذوا فيها بما فيه الكفاية، ولهنا هي لغة الأوراق هي التي ستتحدث ولغة الوثائق التي ستعرض على القضاء. ما يهمنا الآن هو السؤال التالي اللي نجم نختم به حوارنا هذا، بالنسبة لك أنت اليوم كمحامي على سليم الرياحي، ما هي انتظاراتك فيما يتعلق بهذه القضية، وشنو ينجم يصير في الأيام القليلة القادمة؟ شنو نجم يصير احنا في الايام القليله القادمه؟ احنا فما نقطه اساسيه لازم يفهمها الراي العام. احنا قدمنا عندنا ثلاثة ايام تقرير للسيده القاضي المراقبه، قلنا لها سيدتي باش نوريكم احنا شنو هي طريقه تعاملنا مع كاكتيوس، اليوم يخلصونا ولا على الاقل يعطيونا حساباتنا وفاتوراتنا، اليوم نرجعوا لهم البث ولا حياه اللي ما تنادي لليوم. ما جاوبتنيش. احنا لازم الراي العام يعرف اللي سليم الريحي لما اقتنى قناه التونسيه واقتنى حقوق البث نتاعها كان يامل في شراكه كبيره مع قناه التونسيه مع شركه كاكتوس برود، كان يامل في شراكه كبيره جدا بين قناه التونسيه وكاكتوس برود. يعني مع سوء الحظ معناها اتضح انه الناس اليوم اللي شادين كاكتوس ونشوفوا فيهم اللي يتكلموا، اللي يتكلموا عندهم حتى صفه باش يتكلموا غير المحامين نتاعهم اللي عندهم صفه قانونيه باش يتكلموا باسم كاكتوس. لي زانيماتور نو ابسوليمون اوكان دووا دو ريغار ني انهم باش يتكلموا باسم يعني قناه باسم كاكتوس كاكتوس برود. علاش؟ لانه كل واحد منهم عنده وراه اون بواد دو برودكسيون اللي تضررت كثيرا من هذه المساله. اش عملوا بطبيعة الحال؟ مشاو لقناه الحوار. ما نحبش نخوض انا فيما يتعلق بقناه الحوار. استاذ انا عندي سؤال، معناها ما نحبش ندخل برشا كصحافي فيما يتعلق بقراءه النوايا، لكن اذا كان نشوفوا انه اليوم النيه نتاع كاكتوس برود اتجهت الى قطع العلاقه مع سليم الرياحي كمالك للذبذبات، والقتل حل في طاهر بن حسين قبل بثلاث ايام، والقتل حل حتى على مستوى الاشهار لعرض مادتها الإعلامية طيلة شهر رمضان على قناة الحوار، تشوفوش أنتم من جهتكم أنه العملية هذه كانت محضرة على أساس أنه كاكتوس برود كانت ناوية أنها تقطع العلاقة مع سليم الرياحي قبل شهر رمضان؟ احنا اليوم متأكدين أن كاكتوس برود استغلت الظرف هذايا والإشكال هذايا، لأنها الآخر دقيقة كان جات خلصت ولا جات حتى التزمت. يا سيدي ما عندهمش فلوس، مش مشكل، مانيش باش نفلسوا، أما يا أخي أعطيني وثائقي. الصمت المريب انهم رفضوا باش يعطونا الفاتورات، هذا هو الصمت المريب. وذا علاش انا قلت في المساله وراها فما نوايا ما تنجمش تكون صادقه، لانه الوثائق واضحه. اذا كان الكونتابيليتي نتاعهم واضحه والوضعيه الماليه واضحه، وكما يقولوا هما عندهم متصرفه قضائيه وعندهم قاضي مراقب، علاش ما عطاوناش الوثائق نتاعنا باش نوقف حساباتنا؟ علاش؟ هذا صمت المريب، هذا هو صمت المريب. ولكن بطبيعة الحال مستقبل العلاقة، تو اليوم العلاقة الوحيدة هي علاقة قضائية. احنا يعني نسمو تري اوبتيميست، معناها فماش محامي يعني يقوم بقضايا ما يكونش اوبتيميست، لأنه يمشي يعمل مهنة أخرى. اليوم انتصرنا ونعرفوا اللي هو شوط من الأشواط، إن شاء الله نكملوا بقية الأشواط وإن شاء الله يبرز الحق، والحق هو اللي ياخو كلمته الأخيرة في بلاد نأمل أن تكون بلاد الحرية والقانون. برجب المرة هذه برسمي آخر سؤال، نحب نسأل
اليوم يعني انتوما كمحامي سليم الرياحي وكسليم الرياحي ما معناها ما نحبش نخوض برشا في الجوانب القانونيه انت تفهمها اكثر مني، لكن نعتبروا اللي انتم تضررتوا ماديا على اساس انه شراء الذبذبات تم في فتره اللي قناه تونسيه وقتها ناجحه وفما برشا اشهار وفما برشا سيوله يعني متاع اشهار. اليوم كي تم قص العلاقه ويقعد مالك الذبذبات في التسلل فما تضرر مادي من ناحيه الاشهار، على خاطر الاشهار يتعامل مع الانتاج، يتعامل مع كاكتوس، مش يمشي يتبعها في ذبذبه الحوار. شنو هو ناويين تعملوا فيما يتعلق بالنقطه هذه؟ مش شنو هو ناويين نعملوا احنا، شنو اللي ديجا عملنا احنا البارح، عملنا احنا من وقت البارح عملنا المعاينه في الليل عن طريق عدد منفذ في ان في هالسابقه الغريبه بطبيعه الحال انا ما نحبش ندخل في في ما نحبش نصدر احكام لا على قناة الحوار ولا على صاحبها، نخلي للتاريخ وما سيكشف عنه البحث في عديد المسائل اللي نحتفظ بالحديث عنها. بطبيعة الحال قلنا لهم، بعثنا لهم على المنفذ، قلنا لهم راهو البرامج هذه لا 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 عملنا احنا معاينة وقت البارح في الليلة الأولى. هناك أنباء مثلا في الصفحات الاجتماعية يتحدثوا على أساس أن سليم الرياحي قام ببعث عادل المنفذ اليوم إلى مقر قناة الحوار. لا احنا مش اليوم، اليوم عملنا لهم استدعاء الجلسة باش نبين لك اش عملنا. احنا عيننا في الليلة الأولى كيف أن قناة الحوار ولا تتبث في البرامج اللي يلزمها كانت من الضروري أنها تتعدى على قناة التونسية مع اللوجو نتاع التونسية، مع قناة التونسية اللي تملكها شركة رينبو ميديا. من الغدوة بعثنا لهم انذار بضرورة يعني الكف عن هذا الصنيع المشين والالتزام بعدم بث هذه البرامج وبعدم استعمال العلم. بطبيعة الحال مسألة ما صار فيها حتى شيء. اليوم قمنا اليوم الصباح بتعيين قضية استعجالية من ساعة إلى أخرى ضد قناة الحوار وضد شركة كاكتوس لإلزامهما بعدم يعني بث البرامج والإشهارات التابعة عليها اللي في نهاية الأمر هي تابعة لشركة الشركة المالكة لقناة التونسية، وبعدم استعمال يعني اللوجو نتاع التونسية اللي هو ملك قناة التونسية اللي هي ملك شركة يعني رينبو ميديا اللي هي ملك سليم الرياحي. والقضيه زملاء المحامين رينوبو شركه زوج شركات هذوما تمسكوا بدفع شكلي باش تنظر فيه المحكمه اثر الجلسه، والاكيد انها باش تتوخر القضيه لجلسه غدوه لتمكين الزملاء من الجواب في الاصل.